لا تجهزي يلا تعالي يلا لسه بس لا خلاص انت وياها لا خلاص شو بكون شو صدقوني ولا خلاص انت لا لا خلاص انت لكي البسكليت لا إذك لا إذا بعدي هيك لشوف ما عندي بقى تلعبي البسكليت من الأوضة يلا عضوتكن أخليني إذا ألعب فيها تحت بالله ما حذرتي ما عندي بنات تنزل تلعب تحت بالشارع يلا نلعب لكم لك فوت لعبوا بأوضتكن هي عندكن أتاري وما حدا أتكن يلا يلا بالخليتي اضربي انتي وياها شو هاد يا ربي خلاص انت التاني سكوت ألو أهلين عماد أنا بجنن بطير ضمانات العقل ولك بلس خلاص نعم بنحسد حسد قاتولي أمر لا لسه ما طبخت ايه تكرم عينك هلا فوت بطبخ على راسي لك خلاص لا مالي سهرات لك مالي نسي أنا سهرت اليوم هلك خلاص طيب الله معك مع السلامة ولك شو اعمل له ولك خلاص لك عتجننوني يا ربي مع السلامة انت ماما يلا حبيبي يلا هلا بهدي الرز وبنيمك تخبرني عيونك ما عم تتفتح لا تزعل لا تزعل ولا تنقهر ولا على بالك يلا حبيبي لك شو هاد شو كسرتوا كسرتوا الفازه والله لكسر راسكم والله وينكم متخبيين طالع شوف طيب ليش شوف اخرت هالتخبايه معكم انا بفرجيكم يلا ماما يلا حبيبي جايه جايه يا ربي يا ربي خلص حبيبي خلص 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 ماما خلص خلص يا عمري خلص خلص حبيبي خلص يلا يلا مرحبا يا مام وطي صوتك هلا بفيق الولد حاضر ليش هيك شعرك منفوش مثل الشيبه هذا ابنك ما بينام حتى يلعب لي بشعرات مفترهم خصل خصل الله وكيلك هلكني حتى نام والاولاد وينهم وينهم متخبيين ليش بالظاهر عزبوك اليوم لا يو شو عزبوني قال عزبوني قال الله وكيلك قاعدين مثل الاوادم لا من تمون ولا من كمون كانه الاكل مو خالص مو هيك صحيح وليش هيك مبردي قلبك صارت الساعه 2:30 والله ما كنت عم بلعب ولا عم بعمل زيارات ولا صبحيات بس ولادك بيربطوا الايدين الله وكيلك ورجوني نجوم الظهر منين بتطلع هلا كل كلمه بتقليلي لاولاد الاولاد ايه حافظناها الموجع شو هاد يا بس ماما بس عاد افلام كرتون لك وين رايحه انت يا هاي كملي اكلكم لك شاديه فاديه الحمد لله قال متى ما تعبت الخواصر ارتخت المفاصل فايت نملي شي ساعة زمان بركي بصحصيح حتى أسهر منيح يا بوش وانتي شو رح تعملي؟ شو بدي أعمل يعني؟ دوبني لملم الطاولة واجلي الجلي وامسح المطبخ وافرك الغاز واركض بالصغير بس أهم شي إنك تضبي لي حالك مشان سهرة اليوم ما بدنا نتأخر عن الجماعة مثل كل مرة شو؟ لسه ما خلصتوا سندويشاتكم؟ بسرعة يا حبيبي شو لسه ما لبستي انتي التانية؟ يلا يلا رح ألبس ايه رح نتأخر على السهرة ما بدي أمن على عشا الأولاد بالأول يلا ماما عجلوا عجلوا خلصيني لك هلأ وقتك انتي التانية؟ شبكي ضايشة ومايشة؟ طلعي منيح الله يرضى عليك يا لما لمي الإزاز أحسن ما يفوتوا برجلي هون حاضر تأمر انت على رأسي مسيك مسيك الولد على بين ما لمون لا لا حطيه بتخته يعني بدك يعني احمله وانا مطقم ليكو التانية ليكو يلا يا عماد انا جاهزة
تسلم لي عينك يا رنا. الاولاد تعشوا وناموا وعامر اكل وشبعان ونطفان. اذا فاء شربين البيبرونه اللي على الكومودينا، انا غليت المي، انت بس حطي 7 مكاييل حليب. ايه ما عينك فكره. واذا شادي او فادي يا فاء وخلينا نشرب مي ونرجع نكملوا نومتنا. يلا خلصينا هلا. وانت اذا داخل ايه تلفزيون قدامك، قلبي بس طلعت على كيفك. ايه لك يلا خلصيني. يلا نحن ما راح نتاخر. ايه حبيبتي روحي وسط السهرة. الله معك. تسلمي لي. يلا يبعث لي حماس يقفل انيه الغاز لحظه. ما بعتقد انه كلامك دقيق لهالدرجه، لانه حسب معلوماتي انه اعلى ناطحه سحاب هي سيرز بشيكاغو مو الامباير ستيت بنيويورك، مو هيك سعيد؟ فعلا انا وفاديا زرناها الصيفيه الماضيه لما كنا بامريكا. بدون مبالغه بدون مبالغه بيجي ارتفاع حوالي 443 متر، وعلى هو ما شرحوا لنا هنيك انه خلصوا عماره بسنه ال 74، مو هيك سعيد؟ مزبوط تماما. معلومكم بالرحل السياحيه دائما في دليل سياحي بيرافق الجروب وين ما راح وين ما اجى، وبيعطيه معلومات مفصله عن كل مبنى تاريخي او تمثال او حجر اثري. بصراحه انا طول عمري كنت مفكر مركز التجاره الدوليه بنيويورك هو ناطحه السحاب الاولى بالعالم. معك حق، نحن هيك كنا مفكرين قبل ما نسافر. بس يا جماعه الحكي مو مثل الشوف ابدا. يعني الواحد هو راكب الاسانسير تبع ناطحه السحاب بتشوش ودنه بصير بينفتحوا وبيتسكروا وكانك راكب طياره بفرد شكل. بس بالنهاية أنا شخصياً ما بفضل الأبنية العالية، وبحس إنه من سابع المستحيلات إني أقدر أعيش بناطحة سحاب أو حتى بالطابق الثالث أو الرابع بشي بناية من البنايات. منشان هيك كان أول شرط إلي لما تجوزنا أنا وسعيد إنه يبني لي فيلا طابق واحد بس، هيك مشان حس حالي على صلة على طول بالأرض بالطبيعة بالخضار بالحياة. مخزية فعلاً، أنت مخزية ومخجلة كمان. استحت امي يلي قدها القد وعمرها العمر انه تقعد بين الناس والعالم وتكبي. لا وين؟ قدام رفقاتي يلي كلهم رجال اعمال ومدراء شركات. مرحبا رنا، عزبوكي الاولاد؟ لا استنى ما ولي يهمك، بدك شيء؟ هلا تاخرت. سلامتك. إيه مين متجوز انا؟ ختيانه سبعينيه ولا عجوز كركوبه؟ سوتي وشي يا لما، فعلا سوتي وشي وخليتيني اقلب قد الكمشه. انت شفتي الست فاديه؟ شفتي قعدتها وحديثها ومنطقة يلي بيسبحوا يلي خلقون؟ وهي مثلك مثلها؟ أبدا. عندها 3 أولاد وبيت ورجال ومسؤوليات كمان، بقى ليش ما بتتعلمي منها وبتكوني مثلها؟ لك فهميني شو يعني هي بشر وانتي مو بشر يا لما. قبل ما تحكي عن الست فادية وحديث الست فادية ومنطق الست فادية، شوف سعيد جوزها للست فادية كيف عم يدلل ويرهف ويقلها ميلي ومسندك أنا. وقبل ما ينشلم عقلك بقعدة الست فادية وفظاعة الست فادية وأناقة الست فادية، اتعلم شوي من سعيد جوزة للست فادية يلي حاطط لها 3 سرلنكيات عم يفعوا بين إيديها ومعيشة في فيلا مثل القصر ومدورة العالم بأسره، مو مثلي أنا يلي تارك لي الشقة على مين بقى وأنا عم أضوج مع هالولاد طول النهار والطبخ والنفخ والبيت والحيط والواع والويع. لا واخر طب الكيل هم السهرات يلي لازم يكون فيها ست صالون مثل الست فادية. بقى وين صارت هي؟ ولك بانه شرع وبانه منطق؟ ولحتى ترتاح روح اسال لي اياها للست فادية كيف هيك قدرانة تكون مره ظريفه وام مثاليه وست صالون بنفس الوقت. تعرف شو رح تجاوبك؟ رح تقلك يا استاذ عماد انه الرجال مرايه القلب، واذا هي قدرانة تكون سيده عصره واوانه فهذا بفضل سعيد جوزها يلي موفر لها اسباب الراحه. وين وين لحتى توصل لهالمواصيل هي؟ انا بتحدى اي زوجه بمحلي عم تفعي هالفعي كله من الفجر للنجر انه تقدر تحكي كلمتين على بعضهم باخر النهار. مشان هيك عمل حسابك من هلا، انا مالي رايحه معك على سهره بكره. خلي السهرات لاصحابها حبيبي مو الي انا. عاشق بقى. صباح الخير. صباح الخير. شو عم تعملي؟ شو شايفني عم بعمل يعني؟ طيب قبل ما انسى، ها اليوم لازم نروح على السهره عند فايز ومرته. سبق وحكينا بهالموضوع وقلت لك مالي رايحه. لون مالك رايحه؟ ما بصير ما تروحي يا عيني، هي سهره عائليه مو حلوه روح لحالي. معناتها لا تروح انت الثاني. ما بصير ما روح، هالسهرات هي لها علاقه بالشغل. وانا مالي مستعده اروح اسهر معك وانا مهدود حيلي من الخدامه والركض بالبيت. طيب ماشي الحال انا بساعدك. شو بدك؟ ليش المساله بهالبساطه هاي؟ ايه بهالبساطه
وإذا بتريدي رح ورجيك شلون. خلص إذا هيك حمل لكان. شو بدي شو 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 رح تعملي انت ليش؟ خلص خد إجازة اليوم من شغلك وعود بالبيت. إيه وأنت؟ أنا دوبني وضب حالي من هلأ. لازم الوحدة قبل ما تروح على السهرة تكون بكامل أناقتها، وهذا معناته لازم يكونوا شعراتها مساويين وأظافيرها مقصوصين ومبرودين وبشرة وشها مرتاحة ونفسيتها متألقة. إيه والمعنى؟ المعنى أني رح أروح ساوي مانيكور وبيديكور، وبعدين رح أعمل مساج لوشي، وبعدين لازم أنطر لي عند الكوافير شي ساعة ساعتين لبين ما يجي دوري، ومن هون لآخر النهار أطمن بكون خلصت ورجعت على البيت مشان ألبس وأتأنق وروح على السهرة معك حبيبي. نام بقى بابا خلصني، نام الله يرضى عليك، نام يا روحي، نام يا عمري، نام يا حياتي. يلا نام يلا نام لا تذبح لك طير الحمام، يلا نام نام بابا نام. ورسموا لونه على بين ما حط لكم الغداء. وكني انت وياها كني يا حملك الجني. بابا بابا فعامر سمعانه كني انت وياها كنو. كن انت تاني كن والله طاش عجري شباب. الو لما وينك انت لسه ما خلصتي ما خلصتي مساج لوشي؟ ايه لا الاولاد مناح لا هلا رح اغديهم بس وينك مشان الله لا تتاخري. لك لا مو من شان شيء بس يعني الاولاد اشتاقوا لك. ايه ماشي الحال الله معك. شو ها؟ شو عم انت وياها؟ لك معطوا الدنيا بالتلوين ليش هيك؟ وين بدكم تهربوا مني؟ انا بفرجيكم. اي بابا اي ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. يلا 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 ها جيت انا جيت 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 جعت انت جعت؟ اي طيب طيب يلا 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 ها. شو هاد؟ شو عملتي انت وياها؟ انا ما دخلني، هي وعم تجيب الالوان كسرتها، حتضربها بابا شي؟ يلا لشوف، افتحي تمك انت، هلا اجى دورك. برافو عليك، صحة وهنا، افتح تمك انت الثاني، هلا اجى دورك، افتح. تعي بابا، خذي المعلة ما رح طولك، كلية، اجى دورك، خذي امسكي، كلية كلية من ايدي. ايوه برافو عليكي خي يلا قربي شو صار لنا صحه وهنا افتحي تمك اجى دورك. ها
شادية؟ نعم. فادية؟ ممكن بابا توطوا صوت التلفزيون شوي لأنه أخوكم نايم؟ حاضر. بخافي فيه لأنه. وكمان أنا فايت أتسطح لي شوي، لا تضوجوا. حاضر. بتفيقونا ها؟ حاضر. كنوا. ماشي الحال. تعال حطك على كرسيك حتى تاخذ راحتك. تعال بابا تعال. يا بطل انت يا بطل يا كربوش. عود لشوف عود. عود هون. يا الله. اشوف شوف 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 اشوف شوف 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 بابا 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 يا عيني. سندويشات العصرونية. شو هي سندويشات العصرونية كمان؟ مو هلا تغديتوا؟ بابا بس انا جعت. وانا كمان. ايه ما عاش الجوع يا بابا. تكرم عيونكم. هلا بساوي لكم سندويشات العصرونية. بابا احكي لنا حكاية. ايه بابا احكي لنا حكاية سعد مكان. خلص بابا هلا عم تتفرجوا على التلفزيون مو وقتها. خليك بابا هلا بدنا حكاية. لك معلش بابا مو هلا. الله بابا. مو اليوم مو اليوم معلش. هلا يرضى عليكم موسم. لك خلاص. الله يوفقك. لك بس بابا بس خلاص. طيب انت ماما كل يوم بتحكي لنا حكايه. لا خلص انت وياها بقى. كنوا العمى. لا كنوا. انا برايي انه اهميه برج ايفل مو لانه اعلى برج بالعالم، بس لانه صار رمز حقيقي لمدينه باريس. ليش في اعلى من برج ايفل؟ طبعا برج كندا يلي موجود بميدان المترو بمدينه تورنتو واسمه سي ان تاور. هذا البرج فاتتني شوفته لما كنت هنيك. ييه معناتها راح عليك كتير، لأنه برج كندا بيجي ارتفاعه حوالي 555 متر وكلف 44 مليون دولار حتى انبنى. سعيد لازم نعمل همة ونسافر خصوصي لحتى نشوفه على الطبيعة. شو علي حبيبتي؟ منسافر. ليش حتى ما نسافر؟ منسافر. وأكيد راح تدعولي. على هالحالة بتعرفوا شو راح اقترح؟ تفضل. إنه نسافر كلياتنا مشان نشوف برج كندا، لانه شايف لكم درنا العالم ولساتنا قاعدين هون بارضنا. شي شيكاغو، شي نيويورك، شي باريس، شي كندا، بقى نحن بالمعيه يا سيد سعيد، وانت الشهاده لله بيتها وزيتها. ها على ذكر الزيت راح اطعميكم بالاول بعدين انت تحفنا بافكارك الفزه. لكنه بقى كنه.